توج البطل المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق 3000 متر في أولمبياد طوكيو 2020 الفريد من نوعه. هذا الأولمبياد الذي انطلق بانتقادات كبيرة لمنافسين العرب، ولكنه اليوم سفيان البقالي يتوج بالميدالية الذهبية ليحفظ ماء وجه العرب، مع العلم أن عدد قليل من الدول العربية التي حققت الذهب في هذا الأولمبياد لهما تونس وقطر. تونس في السباحة وقطر في رياضتين. أول حاجة مبروك وهنيئا لسفيان البقالي هذا التتويج، وثاني حاجة يعني أنا عارف الإحساس تاع أنك تكون تشاهد واحد ابن بلدك يعني يقوم بسباق هذا وفي الموانع يعني وفي الأولمبياد، والمعلق أيضا يعلق على ابن بلدك. المهم يعني إحساس فريد من نوعه، وماذا الإحساس نتمناه لأي واحد إن شاء الله يعني إن كان مشارك ولا إن كان مشجع. يلا نشوفوا هذا السباق خوتي خواتاتي من البداية إلى النهاية. أوكي يعني كما تشاهدون هنا طبيعة الحال المغرب راه في المقدمة، هاو لعب سفيان البقالي في واحد في وسط الأجانب كما تسمعون المعلق، هاو هنا اللاعب سفيان يعني طويل القامة موانع يعني هذا الموانع إيماجين 3000 متر موانع يعني تعب وتعب نفسي وجسدي بالإضافة إلى الموانع، يعني الأمر محطم صراحة. ولكن هذا اللاعبين يتدربون من أجل يعني هذا المسار. شوف السرعة الآن أعزائي المشاهدين، البقالي في المرتبة الخامسة هنا طوكيو 2020. هو البقالي يعني شوف ينعزل لوحده في الجهة اليمنى هنا من السباق، وكأنه يحاول يفتح طريقه يقرأ اللعب. طبيعة الحال التركيز والتنفس. سفيان البقالي يتقدم الآن هنا. شوف البقالي، شوف يعني صراحة بوريشة تحكمك لما تشوف. شوف هنا يعني وحده وراء ثلاثة لاعبين، وحده البقالي وحده هنا، بدأ يعني الفارق يزيد يعني كما تشاهدون الريتم بدا يزيد. او العداء الكيني هذا صح. اوكي صراحه ما شفتش انا السباق يوم امس، ولكن راني نشوف في هذه اول مره. اوكي البقالي كما تشاهدون ماسك الريتم ثابت، وهذا راه يزيد في الريتم. هذا من وين هذا؟ هذا اللي يخوفوا يعني اللاعبين اللي يخوفوا هم اللاعبين اللي يكونوا يعني متسابقين، يكونوا متاخرين وبعد ذلك يزيدوا في الريتم في الدورات الاخيره. او سفيان البقالي، طبيعه الحال سفيان البقالي هنا يحاول مع الحاجز يقتحم المركز الثالث. سفيان البقالي هنا كما تشاهدون اثيوبيا، يعني العدائين الاثيوبيين من اكبر العدائين في هذا الرياضه، والعدائين الكينيين ايضا كما تشاهدون. سفيان البقالي يعني محصور بين العدائين الاثيوبيين والعدائين الكينيين. خلاص هنا الدوره الاخيره. شوف سفيان البقالي الاضافه هنا في الريتم والزياده في الريتم، الزياده في السرعه والزياده في كل شيء. تخيل معايا الحراره والجرينتا اللي تكون في القلب. سفيان البقالي كما يقول هنا المعلق، اوكي خلاص انسال البقالي هنا كما يقول هذا، كما يقول هذا المعلق يعني عرفها يعني البقالي قال لك بعد الحاجه سينسل. انطلاقه سريعه الان هنا. شوف اثيوبيا وكينيا والمغرب، البقالي انسل. يلا سفيان صراحه تبوليشه تحكمك. يلا سفيان انطلاقه سريعه امس. وشوف هذاك الكينيا هذاك اصيب باثيوبيا، هذا كانوا يدعوا عليه هذا، عفوا عفوا هذا 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 دعوا عليه هذا. اتخيل معايا ملايين من المغاربه والعرب يدعوا لهذا اللاعب الاثيوبي. شوف شوف يلا سفيان بقالي السرعه مطلوبه هنا، الجرينتا والحراره. خلاص انا يعطي الماكسيموم كل ما لديه. سفيان البقالي الانطلاقه السريعه اخر لفه هذه صح. اوكي 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 خسامة والله يا حسامة. سفيان البقالي ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك للمملكة المغربية، وألف مبروك لسفيان البقالي، وألف مبروك لإخوتنا. هذا التتويج صراحة يعني أداء تكتيكي رائع رياضي ممتاز. أنا صراحة ما كنتش نعرف سفيان البقالي، ولكن اليوم من هذا السباق كما تشاهدون أو صديق المغربي أيضا يعني طبيعة الحال احتفال أبناء البلد، طبيعة الحال شرف والله شرف، شرف لينا احنا يا كعرب، شرف لينا احنا كمسلمين. سفيان البقالي صراحة هذا دلالة على تدريب كبير جدا وتدريب كبير جدا، وعنده مدرب كبير كما يقولون. طبيعة الحال شوف يعني كريم التلمساني هو اللي مكون هذا البطل، مدينة فاس، فاس حكم العالم. سفيان البقالي تحياتنا ليك. طبيعة الحال اها يعني بدا مع المدرب التلمساني هذا 2017 بمناسبة تلمسان يعني مدينة في الجزائر.
الجزائر هم العدائين طبيعة الحال الكنديين. شوف يعني بطبيعة الحال العدائين هذو الكينيين والعدائين الإثيوبيين كانوا يسعون إلى الفوز. سفيان البقالي والاحتفال أنا بالعالم المغربي. شوف صديقه يعني المغربي يحتفل معه. مبروك مبروك والله مبروك صراحة مبروك مبروك على الذهب. الذهب هذا يعني العرب محتاجينه بشكل كبير جدا. مبروك يا سفيان البقالي صراحة يعني فرحة تكون كبيرة ومستهلة ومستحقة بعد سنوات من التعب وسنوات من التدريبات وسنوات من الانتظار وسنوات من يعني طبيعة الحال التضحيات. واللاعبين هذو صراحة لما يدخلوا في تربصات ما يشوفوش العائلة تاعهم ما يشوفوش الأهل تاعهم. مبروك عليك يا سفيان البقالي مبروك على المغرب. هذا تتويش صراحة يعني شرف. تحياتنا لكل إخوتنا المغاربة يعني وسفيان البقالي يعني صغير في السن 25 سنة في عمره فقط مواليد فاس. فاس حاكم العالم العاصمة العلمية صح. مبروك عليك. طبيعة الحال هم الكينيين واحد الكيني يعني كان في السباق ولا الإثيوبي كذا يأكل التراب. مبروك مبروك والله مبروك. هذا التتويج هنا كل شيء مستحق. مبروك وإن شاء الله شوفوا مزيد من الميداليات إن شاء الله يا ربي. طبيعة الحال العالم المغربي حاضر. طيب هنا اللقطة شوف لحظة الوصول صراحة يعني حماس كبير جدا وتبوريش تحكمك شئت أم أبيت. شوف سفيان بكل ما أوتي من قوة يحاول يسارع شوف هذاك الكيني هذاك. سفيان آخر حاجز يعني صراحة قفز يعني كالأسد. الحاجز الأخير هذا هو اللي كان لك يعني كما قال المعلق يعني هو اللي راح يقوم بخلق الفارق. مش هذا الحاجز إنما حاجز اللفة الأخيرة صراحة جيجي عليك كما يقول يعني رسمة بيكاسو. مبروك 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 مبروك. الأخير أعزائي المشاهدين أود أن أقول مبروك لسفيان البقالي مرة أخرى هذا التتويج وهذا الذهب. ذهب لي يعني صراحة مشرف لنا إحنا لأنه شفنا العديد من الانتقادات للرياضيين الذين شاركوا في هذا الأولمبياد. صراحة كان مجموعة من الرياضيين ما كانوش موفقين نهائيا في هذا الأولمبياد. الحمد لله سفيان البقالي حافظ ماء الوجه بهذا الميدالية الذهبية التي ستبقى خالدة في التاريخ وستبقى خالدة في تاريخ الأولمبياد. يعني والعالم المغربي بطبيعة الحال كان في وسط العديد من الأعلام أمريكا كينيا إثيوبيا كندا فرنسا يعني مجموعة كبيرة من الأعلام. العالم المغربي كان هو الفائز في وسط هذه الأعلام وهذا يعني صراحة يزيد سفيان البقالي إلا فخرا وشرفا. وصراحة يعني هذا العدائين ممكن تشوفوا انتم عدوا تحت 3000 متر وتشوفوا سباق يعني بلكم سباق عادي. هذا السباق العادي هذا السباق اللي فيه مجموعة من الدقائق فقط يستحق ويلزم له سنوات ولا أشهر من التدريبات والتربصات اللي يعني صراحة تدريبات قوية جدا. ولازم تكون عندك أنديرونس وعلى بزاف ولازم تكون عندك تكتيك ولازم يكون عندك خبرة ولازم تكون عندك يعني صراحة لازم تكون عندك قدرة. وشوف يعني ماشي سهلة والله ما سهلة رياضة العدو والله ما سهلة خواتي خواتاتي. فمبروك لسفيان البقالي. شكرا لكم اجتماع الفيديو الأخير. نتقي فيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace.